السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل تدريبات يونت 11 الوحدة 11 كاملة من كتاب جيم ترم الثاني 2024. وكل عام وانتم بخير ورمضان مبارك علينا جميعا يا رب. بذكر حضراتكم إن في على القناة فيديوهات لقراءة كلمات كل وحدة وحل أهم باراجرافاتها، هسيب لكم الروابط بتاعتهم في أول تعليق. Let's get started. Unit 11 الوحدة 11 بعنوان On Land and Sea. On Land and Sea يعني في البر والبحر. هنبدأ من بيج 176 صفحة 176، ودي تدريبات على Lessons 1 and 2 الدرس الأول والثاني. هنكمل الجمل باستخدام Sharks أسماك القرش، Lions سود، Recycle يعني التدوير، وSave يعني ينقذ. We should ينبغي علينا the planet we live in، ينبغي علينا ان احنا ننقذ كوكبنا اللي احنا بنعيش عليه. طب ينقذ يعني save، وبتيجي برضك بمعنى يحافظ، يعني ممكن يقولك ينبغي ان نحافظ على كوكبنا اللي بنعيش عليه، صح برضه. Number two are the most dangerous sea animals، يعني هي الحيوانات البحرية الأكثر خطورة، طبعا دول الشاركس أسماك القرش. Two is to use things again، معناها ان انت تستخدم الاشياء مرة اخرى، يبقى انت بتعيد تدويرها، يعيد تدوير يعني recycle. الصفحة اللي قدامها 177 177، هنكمل الجمل باستخدام at in out of وfill. My little cousin ابن عمي الصغير asleep during the film، يعني كان بيشعر بالنعاس اثناء الفيلم. طيب كان يشعر بالنعاس اللي هي ايه؟ فيل asleep، يعني كان بينام وهو بيتفرج على الفيلم. Most fish معظم السمك swim away بيسبح بعيدا when they are in danger، لما يكونوا في خطر in danger. منى جامبت منى the water because it was very cold، منى قفزت خارج المياه عشان خاطر المايه كانت برد جدا، تمام؟ طيب هنقول ايه؟ جامبت out of يعني قفزت بالخارج. نروح لبيج 181 صفحة 181 vocabulary exercises تدريبات على المفردات. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. the red sea البحر الأحمر is famous for مشهور بـ its reefs مشهور بالشعاب المرجانية بتاعته coral reefs. هنا عندي moral يعني المغزى الأخلاقي أو الدرس مثلا من قصة، فلات شقة وقرن ذرة. ويلز الحيتان hit their big tails يعني بتضرب بذيولها الطويلة. طيب يضرب بيه اسمها هات ويز. A sea turtle السلحفاة البحرية has a hard ايه عندها ايه صلب to protect itself عشان تحمي نفسها، عندها صدفة صلبة اللي هي hard shell. هنا شيب بسفينة shelf rough وشور شاطئ. Mom said ماما قالت it's a to eat our vegetables to stay healthy، ماما قالت من الضروري ان احنا نتناول او ناكل الخضروات بتاعتنا عشان نبقى بصحة جيدة. طيب من الضروري يبقى it's necessary. Hard صعب poisonous سام ودangerous خطير. Earth الارض is one of eight a that go around the sun، الارض دي واحدة من 8 كواكب بيدوروا حول الشمس. طب كواكب يعني planets. planes طائرات، plans خطط، وplants نباتات. don't throw away those glass bottles يعني ما ترميش الزجاجات الازاز ديت. we can easily احنا ممكن نعمل فيهم ايه؟ ممكن نعيد تدويرهم recycle them. a jellyfish يعني قنديل البحر you when you touch it يعني قنديل البحر ممكن يلدغك او يقرصك لما تلمسه، يعني stings you يلدغ او يقرص. most snakes معظم الثعابين are a you must be careful، معظم الثعابين بيكون poisonous سامة، يعني ينبغي عليك ان انت تكون او يجب عليك ان انت تكون حذر. number 9 a has big teeth اللي ليه اسنان كبيرة. It is a dangerous sea animal وهو حيوان بحري خطير، طبعا دوت سمكة القرش a shark. snake ثعبان، turtle سلحفاة، والجيلي فيش قنديل البحر. trees الأشجار are very good for مفيدة جدا لـ our air because they give us clean air، يعني الأشجار دي بتعطينا هواء نقي هواء نظيف.
فهي مهمة جدا لبيئتنا our environment. To throw away something عشان ترمي شيء is to it معناها ان انت تتخلص منه get rid of it تتخلص منه. My little sister اختي الصغيرة her tooth while eating nuts فقدت سنتها بينما كانت بتاكل مكسرات. طيب يبقى lost her tooth. The octopus الاخطبوط swims بيسبح very fast سريع جدا when it's a danger لما يكون في خطر in danger. Things الاشياء which we don't need اللي مش محتاجينها like old paper زي الورق القديم are called اسمها ايه الحاجات دي اسمها قمامة rubbish. You can find whales ممكن تلاقي الحيتان in ايه تلاقي الحيتان فين في الاوشنز في المحيطات. The shark سمكة القرش is dangerous خطيرة because it can with its teeth عشان ممكن تعمل ايه بأسنانها تعض بأسنانها bite تعض. بعد كده في page 184 صفحة 184 في عندنا language exercises تدريبات على الجرامر على القواعد. طبعا عندنا هنا في حاجات مهمة جدا. أول حاجة عندنا قاعدة if الحالة الصفرية if لو جه بعدها مضارع بسيط الناحية التانية بتيجي مضارع بسيط وif دي يعني إذا أو لو وبستخدم الحالة دي عشان أعبر عن فعل بيحدث دائما عند حدوث فعل آخر وكمان بستخدمها للتعبير عن الحقائق العلمية والتجارب العلمية بنستخدم الحالة الصفرية لقاعدة if. if يجي بعدها مضارع بسيط الناحية التانية بجواب الشرط يبقى مضارع بسيط برضه. كمان عندنا must يجب أن mustn't يجب ألا وشود دول بستخدمهم في الإلزام بيجي بعدهم الفعل في المصدر وشود ينبغي أن وشود أنت ينبغي ألا بيجي بردك بعدهم الفعل في المصدر وبستخدمهم في النصيحة. If I feel hungry لو أنا شعرت بالجوع I always healthy snacks يعني أنا دايما بتناول وجبات صحية خفيفة. طيب خلي بالكم معايا عندنا if أهي جاي بعدها مضارع بسيط الناحية التانية في كلمة always يبقى ده بردك جواب الشرط هنا بردك في المضارع البسيط يبقى دي الحالة الصفرية. طب ببص على الفاعل الفاعل I أنا يبقى في حالة المضارع البسيط بعد I بيجي الفعل في المصدر من غير إضافات يبقى if I feel hungry لو أنا شعرت بالجوع I always eat أنا دايما بتناول أو باكل وجبات صحية خفيفة. You look left and right when you cross the road يعني هنا بقى في إلزام يجب عليك إن أنت تنظر يسارا ويمينا قبل أن تعبر الطريق. طب يجب أن يبقى you must. If you put ice outside a freezer لو أنت وضعت الثلج خارج المجمد أو الفريزر إيه اللي هيجراله؟ طيب خلي بالكم معايا إن هنا عندي رابط أهو اسمه F إذا أو لو جاي بعده مضارع بسيط الناحية التانية هيبقى مضارع بسيط برضه مع هي وشي وإيت أو إيه اسم مفرد في المضارع البسيط بضيف إس للفعل إيه اللي بيجي بعده. طيب يبقى هنقول if you put ice outside لو ضعت الثلج خارج a freezer خارج الفريزر إيت إيه هيجراله إيه إيت ملت هضيف إس للفعل ملت. You study hard to get full marks هنا أنا بنصحك ينبغي عليك إن أنت تذاكر بجد عشان تحصل على إيه درجات عالية. طيب يبقى you should ينبغي عليك أن. I wear my jacket أنا بلبس الجاكيت بتاعي it is cold يعني لو الجو برد. طبعا عندنا هنا مضارع ومضارع هربط ما بينهم ب if يعني إذا أو لو معنى الكلام أنا بلبس الجاكيت لو الجو برد. You swim here it is dangerous يعني هنا انا بنهيك بقى ما تعومش هنا ده هنا منطقه خطره ما ينفعش تعوم هنا يبقى you mustn't يجب عليك الا swim here الا تسبح هنا. We work hard to pass our exams عايز اقول يجب علينا ان احنا نعمل بجد لكي نجتاز امتحاناتنا عشان ننجح في امتحاناتنا يبقى هنقول هنا بقى ايه must يجب علينا ان. You stay healthy انت بتبقى بصحه جيده you eat healthy food لما تاكل او عندما تاكل طعام صحي and do sports وتمارس العاب رياضيه. طب هنا هربط بايه؟ لا اما هربط بايه؟ ب f لا اما هربط ب when يبقى هربط هنا ب when عشان هي الموجوده. يعني معنى الكلام you stay healthy هتبقى بصحه جيده عندما تاكل طعاما صحيا وتمارس العاب رياضيه. We share our ideas
احنا ايه نتشارك الافكار with others مع الاخرين. It's a good idea to do so. يعني فكرة كويسة ان انت تتشارك الافكار مع الاخرين. فهنا ينبغي ان انت تعمل الشيء دوت. ده بنصحك يعني. يبقى we ايه we should. ينبغي علينا ان احنا نتشارك الافكار مع الاخرين. ودي فكرة كويسة. We talk with our mouths full of food. يعني يجب علينا ان احنا منتكلمش وفمنا مليء بالطعام. We must be polite. يجب ان احنا نكون مؤدبين. طب يجب ان احنا منتكلمش وفي طعام في بقنا. ده من القواعد الاتيكيت ان احنا منتكلمش وفي اكل في بقنا. طيب يبقى We mustn't. يجب علينا الا. هنا في منع. بعد كده سؤال الكوريكت. سؤال التصحيح. What time should I come to your house؟ يعني في أي وقت ينبغي علي أن أأتي إلى منزلك؟ بعد شوت بيجي الفعل في المصدر فشيل الإضافة يبقى إيه؟ هنقول come. You must be afraid to ask questions. يعني يجب عليك أن أنت تكون خايف أن أنت تسأل أسئلة. لا يجب أن أنت لو مش عارف حاجة تسألها. مش تسأل عنها. يبقى you mustn't be afraid. يجب عليك ألا تكون خائفا في أن أنت إيه تطرح أسئلة أو تسأل أسئلة. If you hit water لو انت سخنت المايه it boil هي بتغلي. طب طبعا عندي اف اهي جاي بعدها مضارع بسيط يبقى الناحيه الثانيه مضارع بسيط ودي الحاله الصفريه مع هي وشي وات بضيف اس للفعل بعدها يبقى it boils. You should are helpful to others. يعني ينبغي عليك ان انت تكون متعاون مع الاخرين. طيب هنا عندي بعد شوت بيجي الفعل في المصدر والمصدر بتاع am و is و are اللي هو verb to be يعني be. should be يعني تكون أن. يجب ينبغي ان انت تكون مثلا متعاون مع الاخرين. you should be helpful to others. when you follow the rules لما تتبع القواعد you stay safe. او لما تتبع القواعد انت هتبقى بامان. يبقى هنا عندي طبعا when هي بعدها مضارع بسيط الناحية التانية هيبقى مضارع بسيط برضو مع يو هيبقى الفعل في المصدر يبقى stay بس هتبقى امان. You mustn't playing games on roads. يجب عليك ان انت ما تلعبش العاب في الطريق. طيب بعد mustn't بيجي الفعل في المصدر يبقى نقول play بس. اول بقى ملاقي بعد كده should ينبغي ان shouldn't ينبغي ان لا must mustn't يبقى في الحالة دي اجيب الفعل في المصدر من غير اضافات على طول. تمام. في بيج 185 صفحة 185 عندنا complete the following dialogue أكمل المحادثة التالية. ولما جينا المحادثة أنا لازم أقرأ المحادثة كاملة خاصة رأس السؤال عشان بيبين لي المحادثة بتدور عن إيه وبشوف مين بيكلم مين وبراعي زمن المحادثة. عمر and طه are talking about sea animals. عمر وطه بيتحدثان عن الحيوانات البحرية. فبيقول له هاي طه أهلا يا طه do you like sea animals هو أنت بتحب الحيوانات البحرية؟ رد عليه وقال له they are so cool يعني هم رائعين جدا او لطاف جدا. طب يبقى هو بيحب الحيوانات البحريه. السؤال بيدور اجاوب عليه ب yes I do او no I don't. do you like sea animals هيقول yes I do بحبهم دول لطاف قوي. سأله سؤال كمان فقال له my favorite sea animal حيواني البحري المفضل is the dolphin هو الدولفين. what about you ماذا عنك انت. طب يبقى هو سأله ايه يبقى هو قال له ما هو حيوانك البحري المفضل يبقى قال له what is your favorite sea animal ايه حيوانك البحري المفضل قال الدولفين. what about you ماذا عنك انت نكمل عشان نعرف. رد عليه بعد كده قال له a sea turtle السلحفاة المائية. يبقى هو قال انا عندي بقى بحب السلحفاة المائية الحيوان البحري المفضل لدي هو السلحفاة المائية. فممكن يقول أنا بحب السلاحف المائية ممكن يقول I like sea turtles أنا بحب السلاحف المائية. فالـ sea turtle السلحفاة المائية. what other sea animals do you like طب إيه كمان بتحبه من الحيوانات البحرية. ممكن يقول مثلا هنا رد هنا قال ذا اوكتوبس يعني الاخطبوط ليه 8 اذرع يبقى هو بيحب كمان الاخطبوط. هيقول I also like the octopus كمان انا بحب الاخطبوط which has many legs اللي ليه ارجل كتير. فهنا ساله سؤال فقال له ذا اوكتوبس الاخطبوط has got 8 legs ليه 8 ارجل يبقى هو هيقول له ايه كم عدد ارجل الاخطبوط.
هيقول له how many. بعد how many بجيب الحاجة اللي بسأل عنها في صيغة الجمع، يبقى how many legs does the octopus have. والاخطبوط عنده كام رجل؟ فقال له the octopus الاخطبوط has got 8 legs، عنده 8 أرجل. هنا برضو في اللي هو بيقول I like sea turtles، أنا بحب السلاحف المائية، ممكن برضو يقول يعني حيواني البحر المفضل هو السلحفاة المائية، يعني ممكن يقول بدل دي ممكن يقول my، يعني لو عايز إجابة بقى كاملة favorite sea animal is the sea turtle. ممكن دي او دي، ممكن يقول I like sea turtles بحب السلاحف المائية، ممكن يقول my favorite sea animal حيوان البحر المفضل is the sea turtle هو السلحفاة المائية، فالاتنين صح. يعني نروح لتدريبات عامة على lessons 1 and 2 الدرس الاول والتاني page 187 صفحة 187. اول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع، listen and choose the correct answer استمع واختار الاجابة الصحيحة، نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئلة. The shark is the most dangerous sea animal in the ocean. If it loses a tooth, a new one grows. It uses more than 20,000 teeth in its life. طيب the text is about، النص هنا عن ايه؟ عن الشارك، عن سمكة القرش. What happens اللي بيحدث if the shark، لو سمكة القرش loses a tooth، فقدت سنة، طبعا في واحدة تانية بتنمو، يبقى a new one grows. How many teeth does the shark use in its life؟ في حياته بيستخدم كم سنة؟ احنا قلنا 20,000 سنة، يبقى 20,000 يعني 20,000 سنة. The most dangerous sea animal، أخطر حيوان بحري is the ايه؟ طبعا the shark هو سمكة القرش. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. حاتم is asking نادر about some rules، حاتم بيسأل نادر عن بعض القواعد، بيقول له do you know، هل تعلم what we mustn't do on roads، ما الذي يجب علينا ألا نفعله في الطرق. بعد كده رد عليه وبعدين قال له and what must we do while crossing the road، وما يجب علينا فعله وإحنا بنعبر الطريق. طيب أول حاجة بيقول له أنت تعرف إيه اللي يجب علينا ما نعملوش في الطريق، مثلا يقول له yes نعم، مثلا يقول له مثلا ينبغي علينا الا نجري في الطريق مثلا، تمام كده، يبقى we mustn't run across the road. ما نجريش واحنا عبر الطريق يعني. طيب بيقول له بقى طب نعمل ايه واحنا بنعبر الطريق؟ يعني طبعا وانت بتعبر الطريق يجب عليك ان انت تنظر يسارا ويمينا، فهيقول we must look left and right. طيب سأله سؤال فقال له at school في المدرسة we must listen carefully، يعني يجب علينا ان احنا نستمع بحرص او بعناية to our teachers لمدرسينا. يبقى هو هيقول له يعني ما الذي يجب علينا فعله في المدرسة؟ What must we do at school؟ طيب بعد كده قال له and what mustn't we do in the classroom؟ طب ما الذي يجب علينا فعله في الفصل؟ مثلا ممكن يقول له مثلا ان احنا ما نستخدمش التليفون المحمول، هيقول له we mustn't use our mobile phones، نستخدمش التليفونات بتاعتنا المحمولة in the classroom، نستخدمش التليفونات المحمولة. بعد كده سأله سؤال كمان فقال له in the library في المكتبة we must be quiet، يجب علينا ان احنا نبقى هادئين. يبقى هيقول له ما الذي يجب علينا فعله في المكتبة، هيقول له what must we do in the library.
ما الذي يجب علينا فعله في المكتبة؟ فقال له in the library في المكتبة we must be quiet. يجب أن نبقى هادئين. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. أشيل الصدفة. On the back على الظهر of A is to protect it. إيه الصدفة؟ الحيوان البحري اللي على ظهره صدفة. طبعا دي بتحميه. مين؟ الويل الحوت ولا الشارك سمكة القرش ولا الأكتوبوس الأخطبوط ولا الترتل السلحفاة طبعا المائية على ظهرها صدفة بتحميها. Are colorful homes بيوت ملونة to many sea animals لكثير من الحيوانات البحرية طبعا دي الشعاب المرجانية الكورال ريفز. It is important من المهم for people للناس to have a air and stay healthy. من المهم للناس ان هي تبقى عندها هواء نظيف وتبقى بصحة جيدة. طب هواء نظيف اسمه clean air. Is the sun هل الشمس a star نجم or ولا كوكب a planet؟ هي النجم هي شمس نجم ولا كوكب؟ طبعا ايه نجم. طيب مامتي always دائما takes a bag when she goes to the market. ماما دايما بتاخد حقيبة التسوق لما تكون رايحة السوق. حقيبة التسوق اسمها shopping bag. Page 188 ومكملين في سؤال الاختيارات. We need to a of the trash in the house. احنا محتاجين ان احنا نتخلص من القمامة اللي موجودة في البيت اسمها get rid of يتخلص من. Swimming السباحة alone بمفردك in deep water في المياه العميقة is a ماله طبعا حاجة خطيرة dangerous. If you don't know how to swim well لو انت ما تعرفش تعوم كويس خطر جدا طبعا انت تسبح في المياه العميقة. We should fresh fruit and vegetables ينبغي ان احنا ناكل فاكهة طازجة وخضروات. طيب بعد should بيجي الفعل في المصدر من غير اضافات يبقى eat. We water if it rains يعني احنا هنحصل على الماء لو مطرت طبعا عندي F لو F جاي بعدها مضارع بسيط هنا هتبقى دي الحالة الصفرية الناحية التانية هيبقى مضارع بسيط برضه. طب مع we بيجي الفعل في المصدر يبقى we get المضارع البسيط بعد we يجي الفعل في المصدر. طبعا هنا الفعل جمع فنجيب الفعل في المصدر. The animals الحيوانات eat plastic it's dangerous طبعا الحيوانات يجب عليها ان هي ما تاكلش البلاستيك عشان ده خطر لان هو بايزن السام. طيب يبقى نقول يجب الا يبقى mustn't. بعد كده سؤال الكوريكت سؤال التصحيح. The octopus الاخطبوط swam away fast بيسبح بعيدا بسرعة when it's in danger لما يكون في خطر. طبعا عندي هنا when زي اف بالظبط جاي بعدها مضارع بسيط الناحية التانية بيجي مضارع بسيط برضه. يعني هنا عندنا مع الاخطبوط هو طبعا مفرد فهضيف اس للفعل يبقى نقول the octopus swims away بيسبح بعيدا when it's in danger لما يكون في خطر. Drivers السائقين mustn't follow traffic rules السائقين يجب عليهم ان هم ما يتبعوش قواعد المرور لا يجب ان هم يتبعوا يبقى هنا نقول must نشيل الـ A النفي. You must listen to others' ideas. يعني عايز اقول لك يجب عليك ان انت تستمع للافكار بتاعت الناس الاخرين. طيب بعد must يجي الفعل في المصدر يبقى لازم بس تستمع. If I forgot my pen لو انا نسيت قلمي I always ask my friend to lend me one. انا بطلب من صديقي ان هو يعيرني او يسلفني واحد. طبعا هنا قاعده اف الحاله الصفريه if جاي بعدها I مع I بجيب الفعل في المصدر في المضارع البسيط يبقى if I forget لو انا نسيت. Write a paragraph هنكتب فقرة انشائية عن السي انيمالز الحيوانات البحرية هسيب لكم لينك اهم الباراجرافات والايميلات بتاعت الوحدة دي في اول تعليق ان شاء الله. بعد كده عندنا اسئلة المتفوقين. Choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة. Mom always cuts the cake ماما دايما بتقطع الكيكة that knife بتلك السكينة يبقى تقطع بيه اسمها cut with. The bee النحلة me on my arm and it hurts يعني النحلة لدغتني او قرصتني في دراعي ودي كانت حاجة مؤلمة يعني يبقى the bee هنقول ايه بقى هي طبعا عندي يلدغ او يقرص اسمها ايه sting الماضي بتاعها stung. It's advised يعني من الأشياء اللي بينصح بيها to eat healthy food إن أنت تاكل طعام صحي. That means وده معناه you do this معناه إن أنت ينبغي عليك
تعمل دوت، لما حد ينصحك بحاجه يبقى ينبغي عليك ان انت تعملها شوت. بعد كده عندنا التدريبات على ليسنز 3 اند 4 الدرس الثالث والرابع بيت 189 صفحه 189. هنكمل الجمل باستخدام رولز قواعد بلانت نبات، بيز يدفع مال، وسويل تربه زراعيه. فارمرز المزارعين، بلانت سيدز بيزرعوا بذور، ان ذا ايه تو جرو، بيزرعوا البذور فين عشان تنمو؟ في التربه، في السويل. وي شود فولو، ينبغي علينا ان احنا نتبع، تو ليف سيفلي، نتبع القواعد عشان نعيش بامان. قواعد او قوانين يعني رولز قواعد. اور فازر بابانا از ذا بيرسون، هو الشخص هو فور اول اور نيدز، اللي بيدفع مال عشان كل احتياجاتنا. يدفع يعني بيز. في بيت 196 صفحة 196 في فوكابيولاري اكسرسايزز تدريبات على المفردات. He tried to A me by showing me a mouse. هو حاول يخوفني ان هو عشان وراني فور. طيب يخيف يعني frighten. Nature A protect a lot of animals and birds. عايزين نقول المحميات الطبيعية بتحمي الكثير من الحيوانات والطيور. محميات طبيعية اسمها Nature Reserves. We need to put the A in the bin. احنا محتاجين نضع ايه في السلة؟ في سلة القمامة، نحط القمامة التراش. My little sister اختي الصغيرة learned how to count on her، اتعلمت تعد على ايه؟ على اصابعها. On her fingers، اصابع يدها. Students الطلاب must follow their school، ينبغي عليهم او بقى هنا يجب عليهم طبعا عشان ده الزام، يجب عليهم اتباع القواعد المدرسية. قواعد المدرسة school rules. A or N is a fully grown person. طب الشخص المكتمل النضج ده شخص بالغ او كبير، اللي هو اسمه adult، كبير او راشد يعني. When you go to a shop، لما تذهب لمحل، you need to A for the things you want to buy. انت محتاج ان انت تدفع الاشياء اللي انت عايزها، عايز تشتريها. طب يدفع مال اللي هي pay. You can a seed in soil and watch it grow. ممكن تزرع بذرة في الارض، في الطعمي او تربة زراعية، وتشاهد نموها. طب يزرع يعني plant. When you work a group you can help each other. يعني لما يعني تعمل في فريق او كمجموعة، لما تشتغلوا كمجموعة، you can help each other، يمكنكم ان انتوا تساعدوا الناس الاخرين يعني. طب يعمل في مجموعة او تعملوا كمجموعة اسمها work as a group. لما تعملوا كفريق هتساعدوا الناس. You must يعني يجب عليك all the materials to keep the environment clean. يجب عليك ان انت تعيد تدوير المواد الخام عشان تحافظ على نظافة البيئة. طب يعيد تدوير يعني recycle. People الناس catch fish، تصطاد السمك with fishing lines، بسنارات الصيد. You shouldn't be angry، يعني ينبغي عليك ان انت ما تكونش غضبان with people، من الناس you don't agree، اللي بتختلف معاهم، مش متوافق معاهم. agree with مش متفق معاهم في الرأي، يعني ما تختلفش معاهم، يعني كل واحد ليه رأيه حر في رأيه. طب the teacher gave us، المدرس gave us يعني اعطانا، on how to solve the math problems، اعطانا تعليمات ازاي نحل مسائل الرياضيات. طب تعليمات يعني instructions. You must hear to start the radio، يعني يجب عليك ان انت تضغط هنا عشان تشغل الراديو. يضغط يعني press. I ask my father، انا طلبت من بابايا to show me، ان هو يوريني how to A a phone call، ازاي اجري مكالمة تليفونية، ازاي اعمل مكالمة. make a phone call يعني يجري مكالمة هاتفية. when you go، لما تذهب، a reserve you can see the natural world، يعني لما تذهب عبر او خلال محمية يعني يمكنك ان انت ترى العالم الطبيعي. طيب عبر او خلال اسمها through. في بيج 197 صفحة 197 complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. مراد is telling علي، مراد بيخبر علي how to grow a tomato plant، عن كيفية زراعة نبات طماطم. فبيقول I'd like to grow a tomato plant، يعني أود إن أنا أزرع نبات طماطم. What should I do first، أعمل إيه أول حاجة؟
طبعا اول حاجه ان انت تلاقي مكان مشمس، فقال له like this place، زي المكان ده. طيب هيقول first، اولا هيقول له بقى ايه find a sunny place، يعني اوجد مكان مشمس. قال له زي المكان دوت، هيقول له ايه قال له what should I do after that، اعمل ايه بعد كده. طيب زي المكان ده، هو ورا له مكان كده وقال له زي المكان ده مشمس يعني، هيقول له yes that's right، نعم هذا صحيح. قال له اعمل ايه بعد كده، بعد كده مثلا قال له بعد كده قال له about 2 سنتيمتر، حوالي 2 سنتي، يبقى هو هيقول له اعمل ثقب صغير في الطمي. زين بعد ذلك او افتر ذات، صح برضو، ميك ا سمول هول، اعمل ثقب صغير ان ذا سويل، في الطمي. سأله سؤال فقال له حوالي 2 سنتي، يبقى هو هيقول له كم عمق الايه الثقب دوت، هاو ديب، كم عمق ماست، يجب ان ات بي، ان يكون. قال له حوالي 2 سنتي. سأله سؤال كمان فقال له يس يو شود واتر ات، نعم ينبغي عليك ان انت ترويه. يبقى هيقول له ايه تروي البذره يعني ديت اللي انت هتزرعها. يبقى يقول should I water it now، هل ينبغي ان انا ازرع يعني ارويها الان. فقال yes you should water it، نعم ينبغي عليك ان انت ترويها. في بيج 199 199 في تدريبات على lessons 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. read the following، اقرا التالي، then answer the questions، ثم اجب على الاسئله. If you are planning to visit a nature reserve، إذا كنت تخطط لزيارة محمية طبيعية، there are some things you must do، يعني فهناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها. First، أولا you must respect the natural environment، أول حاجة يجب احترام البيئة الطبيعية and all the animals that live there، وتحترم كمان كل الحيوانات اللي بتعيش فيها. This means you mustn't throw litter، ده معناه انه لا يجوز لك رمي القمامة، hurt or hit any animals، ولا كمان يعني يجوز ليك ان انت تأذي او تضرب اي حيوان، اي من الحيوانات. remember، تذكر you are a guest in the animal's home، تذكر ان انت ضيف في منزل الحيوانات، في وطن، في الموطن بتاعهم. secondly، تاني حاجة you must be ready for your visit، يعني يجب ان تكون مستعدا لزيارتك. this means wearing good shoes، وده معناه ان انت ترتدي حذاء جيد. taking enough water and snacks، وكمان تناول او ان انت تاخد معاك يعني ما يكفيك من ماء ووجبات خفيفة، and wearing sunglasses، وكمان ارتداء نظارة شمسية. always دائما follow the rules there، اتبع دائما القواعد هناك. there دي عايدة عن nature reserve، الايه الموطن الطبيعي او اللي هي المحمية الطبيعية يعني. finally، في النهاية you must enjoy the beauty of the natural world، يعني في النهاية أو أخيرا يجب عليك الاستمتاع بجمال العالم الطبيعي around you، حولك. take your time، خد وقتك، to see the plants، في رؤية النباتات، and the animals، والحيوانات. listen to the sounds of birds، استمع لصوت الطيور، and enjoy the clean، واستمتع بالهواء النظيف. What is the main idea of the text؟ ايه الفكرة يعني الرئيسية للنص؟ طبعا الأشياء اللي يجب اتباعها لما نخطط لزيارة محمية طبيعية، يبقى هنقول the things that I must do، الأشياء التي يجب عليا فعلها when planning to visit a nature reserve، لما نخطط ان احنا نزور محمية طبيعية. طب بعد كده what does the underlined pronoun there refers to؟ there دي بتشير لإيه؟ طبعا في الفقرة هنا بتشير لإيه؟ ال nature reserve، a nature reserve، المحمية الطبيعية، دي رقم 2. number 3 would you like to visit a nature reserve، هل تود زيارة محمية طبيعية؟ why or why not؟ طبعا هتقول yes I would، نعم أود ذلك.
وهنجيب الباقي من الفقره 2 بقى to see the plants عشان اشوف النباتات and animals والحيوانات. listen to sounds واستمع للاصوات of birds بتاعت الطيور and enjoy the clean air واستمتع بالهواء النظيف. دي كل دي اجابة number 3 اجابة السؤال الثالث. when you visit a place لما تزور مكان you are a ايه؟ لما تروح مكان زيارة يبقى انت هنا ضيف وضيف يعني guest. add the nature reserve في المحمية الطبيعية you mustn't the animals يعني يجب عليك ان انت ما تعملش ايه في الحيوانات. throw يلقي hurt يأذي hit يضرب ولا be and see طبعا لا تأذيهم ولا تضربهم يبقى نختار الاختيار نمبر دي be and see. the word snacks كلمة snacks وجبات خفيفة means small معناها ايه صغير معناها طبعا small meals وجبات خفيفة. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. we can plant a flower ممكن نزرع وردة in our homes في بيوتنا in a نحط الوردة في بوت في إناء أو قصة الزرع يعني. firstly أولا we need to wash the dishes محتاجين إن احنا نغسل الأطباق. we need to dry them ثانيا محتاجين إن احنا نجففهم ثانيا يعني secondly. the parents الوالدين had a A with their child يعني كان في محادثة ما بينهم وبين طفلهم about the results of the exam عن نتائج الامتحانات. طيب had a talk يعني كان في حوار أو حديث يعني ما بينهم وبين طفلهم. to a is to put something over something تحط شيء على شيء else آخر to protect عشان تحميه or hide it أو تخبيه يبقى أنت كده بتغطي الشيء ده ويغطي يعني cover. قلبنا الصفحة بيجي 200 صفحة 200. you are right أنت محق. I agree your opinion أنا متفق مع رأيك اسمها agree with متفق مع. she collaborated هي تعاونت her friend مع صديقتها to write a story عشان يكتبوا قصة. طب collaborated with تعاونت مع. he into the soil to make a small hole هو ضغط على الطمي عشان يعمل ايه ثقب صغير. طب ضغط اسمها pressed. children الاطفال open the door for strangers الاطفال يجب عليهم ان هم ما يفتحوش الباب للغرباء يجب الا يعني mustn't. what should I a to get high mark اسم الذي ينبغي علي فعله لكي احصل على درجات عالية. what should I do ماذا ينبغي علي ان افعل. when it is very cold لما يكون الجو برد جدا water into ice بيتحول الماء الى ثلج. طبعا عندي when بيجي بعدها مضارع بسيط الناحيه الثانيه يجي مضارع بسيط برده مع water it يعني نحط اس في الفعل بعده يبقى turns بيتحول الى. بعد كده عندنا سؤال correct سؤال التصحيح. you mustn't follow traffic rules يعني يجب عليك ان انت ما تتبعش قواعد المرور لا يجب ان انت تتبعها يبقى هنكتب ايه must. when you don't eating breakfast you feel hungry يعني لما ما تاكلش الافطار يعني انت ايه بتشعر بالجوع. طيب هنا عندي بعد don't طبعا بيجي الفعل في المصدر يبقى don't eat. وهنا عندنا طبعا when جاي بعدها مضارع بسيط منفي يبقى الناحيه الثانيه مضارع بسيط برضه don't eat لو انت ما اكلش وجبه الافطار هتشعر بجوع. you should studying for the test يعني ينبغي عليك ان انت تذاكر من اجل الامتحان بعد should بيجي الفعل في المصدر يبقى study. if I feel ill لو انا شعرت بالمرض I always visited my doctor بزور دايما الطبيب بتاعي. هنا في if الحالة الصفرية جاي بعدها مضارع بسيط الناحية التانية مضارع بسيط طبعا يبقى مع I في المضارع البسيط بجيب الفعل في المصدر يبقى visit بس. if I feel ill لو شعرت ان انا مريض I always visit my doctor دايما بزور الطبيب بتاعي. بعد كده هنا عندنا في ايميل عن recycling اعادة التدوير هسيب لكم اللينك بتاع اهم الباراجرافات والايميلات في اول تعليق. هنا عندنا برضك بيقول لك سؤال correct برضو تصحيح الخطأ. you mustn't never share personal information with strangers online يعني عايز اقول يبقى ايه يجب عليك ابدا ان انت ما تشاركش معلوماتك الشخصية
مع الغرباء عبر الانترنت. طبعا هنا في نيفر نافيه الكلام، يبقى اقول يو ماست، ما اقولش mustn't، يجب عليك الا، يو ماست. هنا يو ماست نيفر زي mustn't برضو، تمام؟ فما ينفعش اقول mustn't نيفر، لا، نفي مع نفي مش هينفع. يو ماست نيفر، انت يعني ابدا ما تشاركش، يجب عليك الا تشارك ابدا معلوماتك الشخصيه مع الغرباء عبر الانترنت. If you want to stay healthy، لو انت عايز تبقى بصحة جيدة، you don't eat too many sweets. انا هنا بنصحك، يبقى اقول لك ينبغي عليك الا تاكل الكثير من الحلوى، يبقى هنا اقول you shouldn't، يعني ينبغي عليك الا، shouldn't. If you want to do well on a project، لو انت عايز تؤدي جيدا في مشروع، you start working on it early، يعني ينبغي عليك ان انت تبدا فيه مبكرا. انا هنا بديك نصيحه، طيب يبقى هنا نقول يو شود ستارت، شود ستارت وين زير ازنت نو واتر بلانتس داي، يعني لما يكون ما فيش ميه خالص النباتات بتموت. طبعا هنا عندي وين هيجي بعدها مضارع بسيط، والناحيه الثانيه مضارع بسيط، يبقى زي اف، يبقى نقول ايه وين زير از نو واتر، ما ينفعش اقول isn't no، الاثنين نفي، لا ما ينفعش، is no، no قامت بالواجب خلص، يبقى when there is no water، لما يكون ما فيش ميه plants die، النباتات بتموت. في بيج 201 صفحه 201 في عندنا تدريبات على lessons 5 and 6 الدرس الخامس والسادس. هنكمل باستخدام skeleton، يعني هيكل عظمي skeleton. conclude يعني يختتم، respect يحترم، illness يعني مرض. if you don't eat healthy food، لما اكلتش طعام صحي، you will have، هيبقى ايه، هتصاب لا قدر الله بالمرض، يعني you will have an illness. طيب بعد كده عندنا number 2، the A is the whole bones، عبارة عن كل عظام of the body بتاعت الجسم، ده طبعا الهيكل العظمي الايه، skeleton. people should each other، الناس ينبغي انها تحترم بعضها، يبقى respect. في page 202 صفحه 202 هنكمل الجمل باستخدام play make to catching. my favorite hobby، هوايتي المفضله is a fish، هي صيد الاسماك، catching fish. the forest، الغابه is home، هي موطن many wild animals، ليه كثير من الحيوانات البرية أو المتوحشة. طيب is home to، موطن ليه، للحيوانات البرية. you should، ينبغي عليك a role in keeping our planet clean، ينبغي عليك ان انت تلعب دورا في الحفاظ على كوكبنا نظيفا. طب يلعب دور اسمها play a role. page 205 صفحة 205 في vocabulary exercises، تدريبات على المفردات. She listens to the radio A every morning، هي بتستمع لمحطة الإذاعة كل يوم، radio station. my father، بابايا، is a great teacher، هو مدرس رائع أو عظيم. all students him، كل الطلاب بيحترموه، respect him، يحترم. the archaeologists، علماء الآثار، found the A of some dinosaurs، وجدوا بعض الهياكل العظميه للديناصورات، يبقى skeletons. dirty environment، البيئه المتسخه، is home illnesses، موطن للامراض، home to، موطن ليه. we need to eat the pasta before adding the sauce، يعني احنا محتاجين ان احنا نغلي المكرونه قبل ما نضيف الصلصه. طيب يغلي يعني بويل. the A use fishing lines، بيستخدم سنارات الصيد to catch fish، عشان يصطاد سمك، طبعا ده الفيشرمان، صياد السمك. his A to is to become a doctor، يعني هدفه ان هو يصبح طبيب، his goal، هدفه. the A of the report was helping the environment، عايز اقول عنوان التقرير هو مساعدة البيئة، عنوان اسمه heading، عنوان التقرير. there is no sugar، مفيش سكر متبقي، we need some، احنا محتاجين بعض. طب مفيش سكر متبقي، يبقى sugar left، مفيش سكر متبقي. the rubbish، القمامة، ايه، was full، اللي اتملى،
we need to empty it، محتاجين ان احنا نفرغها او ندلقها. يبقى سلة القمامة او حقيبة القمامة اتملت، الشنطة بتاعت القمامة اتملت، عايزين ايه ندلقها يعني. طيب يبقى يقول ايه the rubbish a bag، حقيبة القمامة. The A character in the story is a sailor، يعني الشخصية الرئيسية في القصة بحار. طب شخصية رئيسية اسمها main character. The children put up A on the classroom walls، الأولاد الأطفال يعني حطوا على أو علقوا إيه على حيطان الفصل، علقوا ملصقات اللي هي posters. My sister always أختي دايما listens to music، بتستمع للموسيقى. Her headphones يعني على سماعات الرأس بتاعتها، سماعات الرأس يبقى on her headphones، بتستمع للموسيقى في سماعات الرأس أو إيه من خلال سماعات الرأس يعني. He wants to a role، هو يعني يريد أن play a role، يلعب دور in protecting the environment، في حماية البيئة. We wear احنا بنرتدي ايه to protect our hands، عشان نحمي ايدينا. When we pick up the rubbish، لما نلقي القمامة بنلبس جوانتيات اللي هو الجلافز. We wear gloves، بنرتدي جوانتي لما ايه عشان يحمي ايدينا لما نكون بنلقي القمامة. طب conclusion، في الختام I think we need to work، اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نعمل together سويا to solve this problem، عشان نحل المشكلة دي. في الختام اسمها in conclusion، في الختام. بعد كده عندنا تدريبات عامة على lessons 5 and 6، الدرس الخامس والسادس، page 206 صفحة 206. come please the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. اسماء asks ايمان about the book she is reading، اسماء بتسأل ايمان عن الكتاب الذي تقرأه، فبتقولها what are you reading، انت بتقرأي ايه؟ ردت عليها، سألتها سؤال، فقالت لها it's called، يعني بتسمى the old man and the sea، الرجل العجوز والبحر. طبعا دي قصة اطفال مشهورة، فهي كده بتقرأ قصة. بتقري ايه؟ هتقول انا بقرأ قصة، I am reading a story. سألت سؤال كمان، فقالت لها بتسمى قصة الرجل العجوز والبحر، يعني يبقى هتقول لها ايه what is it called، ماذا تسمى، what is it called. طيب الرجل العجوز والبحر. سألتها سؤال كمان، فقالت the main character، الشخصية الرئيسية، is an old man، هو رجل عجوز، called سانتياغو، اسمه سانتياغو. طيب يبقى هتقولها مين هو الشخصية الرئيسية، who is the main character، مين الشخصية الرئيسية في القصة. طبعا ايه سانتياغو. طبعا الرجل عجوز البحر دي كانت قصة كانت مكررة على الصف الأول إعدادي، بس في المنهج قبل المنهج دوت يعني، كنا بندرسها للولاد في ترم، وكانت قصة لطيفة جدا يعني. بس طبعا إيه في اتلغت بقى القصص والكلام دوت، بيجيبوا لنا بقى صفحة ولا حاجة فيها جزء من القصة يعني، لكن مش القصة كاملة. كانت طبعا حاجة مفيدة جدا ما كانت مكررة، ما فيش مشكلة. طيب what's his job، هو سانتياغو دوت كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل صياد سمك، يبقى نقول هي هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل صياد سمك. what's his job، he is a fisherman. is it a good story، هي قصة جيدة؟ او طبعا yes it is. وبعدين قالت لها I advise you to read it، أنا بنصحك إن أنت تقرأيها. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. She likes to eat art with paint، يعني هي بتحب يعني ترسم بالألوان، يبقى نقول إيه make art. The human has 206 bones، يعني عايز أقول الهيكل العظمي للإنسان فيه 206 عظمة. طب هيكل عظمي اسمه skeleton. The weather، الطقس was، كان ماله، and sunny ومشمس، for the picnic، للنزهة، we had a wonderful day، احنا قضينا يوم رائع. طيب يبقى الطقس كان ايه بقى؟ عايزين صفة إيجابية clear، كان واضح كده وصافي يعني. جودي
felt very ايه شعرت بايه الشديد after she was ill بعد ما كانت مريضه but she is better now لكن الوقت هي افضل يبقى شعرت بالضعف الشديد very weak شعرت انها ضعيفه جدا after taking medicines بعد اخذ الادويه my grandfather well جدي اتحسن صحته اتحسنت تمام يبقى got well اصبح بايه بصحه جيده he is very هو very a because he saved a girl from this هو انقذ البنت من الموت يبقى هو شجاع جدا يبقى he is very brave شجاع جدا readers القراء always read دايما بيقرأوا the a of the newspaper first بيقروا اول حاجة في الجريدة العناوين بتاعت الجريدة العناوين بتاعت الموضوعات اسمها headings الصفحة اللي قدامها 207 صفحة 207 when you away plastic لما تلقي البلاستيك it stays بيبقى in the environment في البيئة 4 years لسنوات طبعا عندي هنا when بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط برضو يبقى مع you أجيب الفعل في المصدر في المضارع البسيط يبقى when you throw لما تلقي my father بابايا always drives me دايما بيقودني بالسيارة to school للمدرسة if the bus doesn't لو الأوتوبيس ما وصلش طبعا قاعدة if وهنا طبعا جاي بعدها مضارع بسيط منفي وانا هنا نافيه doesn't يبقى doesn't يجي بعدها الفعل في المصدر doesn't arrive لو الاتوبيس ما وصلش you shouldn't decisions or rules yourself ينبغي عليك ان انت ما تتخذش القرارات ولا القوانين او القواعد بنفسك طب بعد shouldn't بيجي الفعل في المصدر من غير اضافات يبقى you shouldn't make ينبغي عليك الا تتخذ بعد كده عندنا سؤال correct سؤال التصحيح the river freezes النهر بيتجمد when it cold لما الطقس بيكون بارد طبعا بعد when بيجي مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط يبقى هنا مع it هقول is كلام في المضارع مش في الماضي people shouldn't الناس ينبغي عليهم الا driving fast يقودوا السيارة بسرعة in the town center في وسط المدينة طبعا بعد shouldn't بيجي الفعل في المصدر يبقى drive بس If people will eat too much, they get fat. لو الناس بتاكل كتير يعني بتسمن. يبقى if people ايه عندي بصوا خلي بالكم معايا عندي if بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط. طب مش هيبقى في will بقى خالص يبقى هنقول eat بس هنحذف will. If people eat لو الناس كلت كتير طبعا هيزداد وزنها وهتسمن يعني. You mustn't be careful while crossing the street. يعني عايز اقول لك بقى يجب عليك ما تكونش حذر وحريص وانت بتعبر الشارع لا ده انت يجب ان انت تكون طبعا حذر وحريص يبقى ما ننفيش بقى يبقى نقول you must يجب عليك ان بدل mustn't اخليها must write a paragraph اكتب فقرة انشائية of 80 words من 80 كلمة عن cleaning our beaches تنظيف شواطئنا هجمع لكم كل الباراجرافات والايميلات في فيديو اسيب لكم الرابط بتاعه في اول تعليق ان شاء الله Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. The A of the poster was attractive. يعني عنوان الملصق كان جذاب. طب عنوان يعني heading. I need to buy a new pair of A for the winter. أنا عايز أشتري زوج من الـ A للشتاء. أشتري زوج حلقان ولا نظارات ولا بيسز قطع ولا gloves. عايز أشتري جوانت يعني للشتاء gloves. The A is full of old newspapers مليان بالجرايد القديمة and magazines والمجلات طبعا ديت عندنا هنا أكيد بقى الإيه حقيبة القمامة الرابش باك رابش باك آخر حاجة معانا النهاردة الاختبار الشامل على يونت 11 الواحد 11 بيج 209 صفحة 209 أول سؤال listening استماع نسمع نص الاستماع I am very excited because me and my family are going to visit a nature reserve Next week, a nature reserve is home to many plants, animals, and birds. We must be careful of what to do as there are many important living things there. أول سؤال بيقول لك We are going to visit the nature reserve. هنزور إمتى المحمية الطبيعية next week, الأسبوع القادم. Many living things live in the nature reserve. كثير من الكائنات الحية المهمة بتعيش في المحمية الطبيعية important مهم many important living things plants النباتات
animals الحيوانات and birds والطيور live in the ايه بتعيش في ايه في المحمية الطبيعية في nature reserve. We must be about what we do يعني يجب علينا ان احنا نكون حذرين من اللي بنعمله. What we do يبقى هنا نقول careful حذرين او حريصين يعني على الحاجة اللي احنا بنعملها. يجب علينا ان نكون حذرين وحريصين about what we do عن الاشياء اللي احنا بنقوم بفعلها. Complete the following dialogue اكمل المحادثة التالية. رؤى and أيمن are talking about nature يعني رؤى وأيمن بيتحدثان عن الطبيعة. What are you doing بتقوله انت بتعمل ايه؟ رد عليها وبعد كده قالت له أبوك كتاب يبقى هو بيقرأ كتاب هيقولها أنا أقرأ كتاب I am reading a book I am reading a book أنا بقرأ كتاب أبوك كتاب. بعد كده سألت سؤال فقال لها حاجة بعد كده قالت له so do you like nature يعني لذلك يعني معنى كده أن أنت بتحب الطبيعة يبقى هي قالت له هو كتاب عن إيه قال لها عن الطبيعة يبقى هي تقول له what's it about هو عن ايه عن ايه الكتاب دوت هيقول لها it's about nature عن الطبيعة it's about nature عن الطبيعة. طيب قالت له يعني معنى كده انت بتحب الطبيعة يعني هيقول لها ايه السؤال بدو do you like nature هيقول لها yes I do نعم. What must we do to protect animals ما الذي يجب علينا فعله لكي نحمي الحيوانات which are in danger اللي في خطر فلا we must put them يجب علينا ان احنا نضعهم in a nature reserve في محمية طبيعية. سألته سؤال كمان فقال لها it is an area هي منطقة of land من الارض where animals حيث الحيوانات and plants والنباتات are kept بيتم حفظها يبقى هي هتقول له ما هي المحمية الطبيعية what's a nature reserve قال لها دي مكان من الأرض يعني بيحافظوا فيه أو بيحموا الإيه الحيوانات والنباتات. Read the following اقرأ التالي then answer the questions ثم أجب على الأسئلة. Fishing is a popular sport يعني صيد السمك دي رياضة محبوبة وشعبية and a hobby وهواية enjoyed by many people في كثير من الناس بتستمتع بيها around the world حول العالم. Many people كثير من الناس take it as a job بتتخذها كوظيفة. A fisherman صياد السمك uses بيستخدم different ways طرق مختلفة and equipment ومعدات to catch fish عشان يصطاد السمك. Some common fishing ways من بعض الطرق بتاعت صيد السمك الشائعة والمنتشرة include اللي هي بتتضمن أو تشمل على angling and netting يعني angling اللي هي الصنارة الصيد بالصنارة وnetting الصيد بالشبكة. يبقى angling الصنارة والنيتنج شباك. انجلينج اللي هي الصنارة is a way هي طريقة of fishing من الصيد السمك that includes بتتضمن using a fishing line استخدام صنارة للصيد to catch fish عشان نصطاد بها السمك. The fisherman صياد السمك throws بيلقي the line الصنارة into the water في المياه and waits وبينتظر for a fish to bite وبينتظر ان تعضه سمكه بيرمي السناره الخيط بتاع السناره في الايه في الماء وبيستنى سمكه تعضه او تمسك الطعم فالسناره تشبك فيها. نكمل في الصفحه اللي وراها. Netting is a way of fishing that includes using a net to catch fish يعني الشباك هي طريقه لصيد السمك بتتضمن استخدام شبكه لصيد السمك. The fisherman صياد السمك throws بيلقي the net الشبكة into the water في المياه and then وبعد ذلك pulls it بيسحبها أو بيشدها back in with the fish inside. طيب يعني هو بيرمي الشبكة بعد كده بيسحبها وهي بقى إيه فيها أسماك ولما إيه بيدخل جواها أسماك هو بيسحبها مرة أخرى مع وجود الأسماك بداخلها. طب إيه دي عايدة على إيه؟ طبعا عايدة على الإيه؟ الصنارة تمام كده؟ طيب تعالوا نحل بقى. What is the passage about؟ هي الفقرة عن ايه؟ الفقرة طبعا عن الفيشنج صيد السمك. عايز تقول it's about fishing عن صيد السمك صح برضه.
ممكن تقول fishing as a popular hobby and job، صيد السمك كهواية ووظيفة، ماشي. أو لو كتبت fishing صيد السمك كويس قوي. طب what does the underline pronoun it refer to؟ إدي بتشير لإيه؟ بتشير للإيه؟ للشبكة اللي إيه بيستخدم في الصيد. يبقى الزنات used in netting، للشبكة اللي بتستخدم في الصيد. طب what is your favorite hobby؟ ايه هوايتك المفضلة؟ قول اي حاجة بقى انت عندك، مش شرط صيد السمك. يعني مثلا نقول لعب كرة القدم او القراءة. my favorite hobby، هوايتي المفضلة is reading مثلا، هي القراءة. او اي هواية مفضلة لديكم. there are ways of fishing in the text، في كم طريقة للصيد في الفقرة اللي قريناها؟ في طريقتين، الصيد بالشباك والصيد بالصنارة، يبقى two. The fisherman، صيد السمك، can throw، ممكن يلقي the A into the water to catch fish، ممكن يلقي الصنارة في المياه عشان يصطاد سمك، صنارة يعني لعين. The word common، كلمة شائع أو منتشر، can be opposite، ممكن تكون عكس of to A، عكس A، common منتشر، عكس حاجة خاصة أو مميزة special. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The character in the story is an officer، عايزين نقول the main character، الشخصية الرئيسية في القصة هي ضابط شرطة. He made a lot of good things، هو بيعمل كثير من الأشياء الجيدة. You can paper so don't throw it away، يعني ممكن تعمل ايه في الورق؟ ما تلقوهوش بعيدا، ممكن تعيد تدويره، يعيد تدوير يعني recycle. You the soup for too long، it needs to cool down before we can eat it. طب انت غليت الشوربه كتير قوي، احنا محتاجين ان احنا نبردها شويه كده قبل ما نشربها. طب غلى، غلى الشيء يعني بايت. Be careful، كن حذر. The bees، النحل، كان ايه يو هارد، ممكن يقرصك جامد، يلدغك، sting you. When a or an a is in danger it goes into its shell، يعني لما بيكون ايه في خطر، it goes into its shell، بتدخل جوه الصدفة بتاعتها. مين اللي عنده صدفة ما بيشعر بالخطر يدخل جواها؟ طبعا الترتل، السلحفاة. He didn't want to work during his summer holiday، هو مش عايز يعني يشتغل في أثناء العطلة الصيفية. يبقى he didn't want to do work، مش عايز يعمل شغل في أثناء الأجازة الصيفية. آخر بيج معانا 211، صفحة 211. A is an area، عبارة عن منطقة of land، من الأرض. In which animals، حيث الحيوانات and the plants، والنباتات are protected، بيتم حمايتها. طبعا دي المحمية الطبيعية nature reserve. My grandma جدتي gets so sad، يعني جدتي يعني كانت حزينة جدا. when we call her every morning، جدتي بتبقى حزينة لما احنا ما بنتصلش بقى تليفونيا كل صباح. يبقى هنقول when we، طبعا قاعدة عندنا when جاي قبلها مضارع بسيط، يبقى بعدها مضارع بسيط برضو. مع we عايزة انفي، يبقى قول ايه don't، والفعل بعدها في المصدر، يبقى we don't call here، جدتي بتبقى زعلانة لو ما اتصلناش بيها كل يوم الصبح. طب when you cross a road، لما تعبر طريق، you look left and right، يجب عليك ان انت تنظر يسارا ويمينا، يبقى you must، ده الزام، عشان حاجة يعني طبعا ايه خطر ان انت تعدي كده، لازم تبص يمين وشمال. people smoke in hospitals، الناس عايز اقول يجب عليها الا تدخن في المستشفى، ده الزام، ما تدخنش في المستشفى، يبقى mustn't. بعد كده سؤال correct، سؤال التصحيح. She doesn't play tennis if the weather is bad، يعني هي مش هتلعب تنس لو الطقس سيء. طبعا عندنا هنا رابط if، قاعدة if الحالة الشرطية صفرية، بعدها مضارع بسيط، يبقى الناحية التانية مضارع بسيط بس هيبقى منفي. طيب هنا she doesn't، هنجيب الفعل في المصدر بقى بعد doesn't play. You must walk on the broken glass، يعني عايز اقول لك لا، يجب عليك ان انت ما تمشيش في عند الزجاج المكسور، يبقى you mustn't. children، الاطفال، shouldn't to drink sugary drinks،
It's not very healthy. يعني الأطفال ينبغي عليها أنها ما تشربش مشروبات سكرية عشان هي غير صحية جدا. طيب طيب يبقى هنا عندنا بعد shouldn't لازم يجي الفعل في المصدر على طول، مفيش تو خالص، مفيش تو بعد must ولا mustn't ولا should ولا should، ما تحطش تو خالص، جيب الفعل في المصدر على طول يبقى drink. ليلى feels ill. ليلى بتشعر بالمرض if she travel on a boat، لو هي سافرت في قارب. طبعا عندنا if اهي جاي قبلها مضارع بسيط، بعدها يجي مضارع بسيط. طب مع هي وشي وإت أواي اسم مفرد، في المضارع البسيط بضيف اس، يبقى بدل travel تبقى travels. بتشعر بالمرض ليلى لما تسافر في قارب. بعد كده عندنا سؤال الايميل، الايميل بتاعنا عن how to save our planet، كيف نحمي كوكبنا. هسيب لكم اللينك بتاع البرجرافات والايميلات في اول تعليق. خلصنا سيشن النهارده، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.